احلى تحيه واحلى مساء لمشاهدين روتانا خليجيه في هذا المساء، مساء نهايه الاسبوع. مواضيعنا لبرنامج سيدتي منوعه في حلقتنا اليوم من استديوهات ابو ظبي، راح نناقش لون الاطعمه ودورها في وقيمتها الغذائيه، وراح نتعرف على طالبه جامعيه خلقت لنفسها مكان مرموق في الاعلام العربي. لكن قبل بدايه الحلقه امسي على زميلاتي في جده والرياض. مساء الخير يا خلود، وايش عندك فقرات لليوم؟ يسعد مساك يا هدى ومسا كل من تابعنا. عندي العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة، وأشكرك أنك أنت أعطيتنا الفكرة عن فقراتك الشيقة وأكيد بانتظارها. لكن في البداية خليني أمسي على مشاهدين الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. احنا فقراتنا هنا بجدة حتكون متنوعة، حنتكلم فيها عن دور المبتعثين السابقين في تأهيل المبتعثين الجدد، وكمان حنتكلم عن دراسة بتشير إلى ارتفاع معدل الأعمار في المملكة لدى الرجال والسيدات. خليني أمسي الآن على زميلتي رنيم وأقول لها يسعد مساكي. يسعد مساكي يا رنيم. شكرا لك خلود، مساء الخير ليكي والمشاهدين الكرام، كل متابعي سيدتي في كل مكان. البعض بيؤكد بأن الأجنبيات بالعباية أحلى، التفاصيل خلال الحلقة بنعرف ليه بتكون أحلى. وطبعا الآن نرجع إلى أبو ظبي، نمسي على هدى وعلى الجميع بالخير ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. يا مساء الخير يا هدى. مساء النور رنيم، وأبي أقول لك إن شاء الله أمك كل سنة وإهي بخير يا رب، وأم خلود بعد إن شاء الله كل سنة وإهي بخير. باكر عيد الأمهات، لا تنسون تأخذون لهم هدية حلوة. إحنا مشاهدينا قبل ما نبدأ حلقتنا دائما أذكركم أنكم تقدرون تشوفون الحلقات اللي ما شفتوها من خلال زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهر الحين على الشاشة، ولا تنسون تتفاعلون معنا، وحب تفاعلكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. وجولة سريعة على أهم عناوين حلقة اليوم. في سيدتي اليوم، انطلاق التصفية النهائية لمعرض إبداع 2014، طالبات جامعيات اختلقوا لنفسهم مكانا في الإعلام العربي، المبتعثون السابقون يؤهلون الجدد نفسيا وماليا، أجنبيات سعودية هل هم أحلى بالعباية؟ ارتفاع معدل العمر عند النساء السعوديات ل 77 سنة والرجال 74 سنة. هل يلعب لون الطعام دورا في تحديد قيمته الغذائية؟ مشاهدينا كانت هذه أبرز عناوين فقراتنا لليوم، والحين بنتقل زميلتي خلود في جدة عشان تعطينا أبرز الأخبار الصادرة اليوم. إليك خلود. شكرا لك يا هدى، بس اسمحي لي بدوري كمان، يعني كونك هنيتي على أمي كمان أهني على والدتك وأقول لها الله يخلي لك هي ويخليك لها إن شاء الله ويحفظكم لبعض بإذن الله. كل عام وهي بألف خير وصحة. يا ترى إيش جبتي لها هدية ولا لسه؟ تسلمين خلود، لا والله للحين مقررة بكرة الصبح إن شاء الله بتكون إجازة أروح أخذ لها شيء يستاهل إن شاء الله. شفتي هنا أهمية الإجازة، عشان أقول لك إنه لازم ناخذ إجازات عشان نجيب هدايا لأمهاتنا. بس يا ريت تغني لها المقطع اللي بتغني لها هو قبل الهوى للوالدة، نوع من أنواع الهدايا برضو إن شاء الله. فضحتيني خلود. ولسه انت شفتي شيء؟ شكرا لك يا هدى، الله يعطيك العافيه مره ثانيه، الله يحفظ لك الوالده يا رب. اذا مشاهدي الكرام احنا حنبدا جولتنا في الاخبار، وحنبدا من خبرنا الاول اللي عنوانه خبرنا الاول مشاهدينا من العربيه نت بعنوان القبض على راقي متحرش في مكه المكرمه. تفاصيل الخبر: قبضت شرطة مكة على مدعي بأنه راقي شرعي والذي كان يستخدم هذه المهنة للتحرش بالنساء التي كان يحرصن على مراجعته بحثا على حل مشكلة يعانين منها. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي في حديث للعربية نت أن معلومات وردت للجهات الأمنية بشرطة مكة عن وجود شخص يدعي الرقية الشرعية كوسيلة للتحرش بالنساء في حي الشرايع في مكة المكرمة. وبعد إجراء عمليات البحث والتحري عن المتهم تمكنت الفرق من ضبطه، واتضح بأنه مواطن سعودي الجنسية في 40 من عمره. الكثير يمكن من هذه الشخصيات بتحاول تعمل فخ للكثير من السيدات بحجة أنه هو راقي شرعي وأنه هو بيشفي من الكثير من الأمراض. بالنهاية الإنسان هو ممكن يكون راقي لنفسه. عموما مشاهدينا الكرام حننتقل إلى خبرنا
الثاني وهو بعنوان هيئة الغذاء تحذر من استخدام العسل الملكي. تفاصيل الخبر: حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر العسل الملكي رويال هاني والمنتج من شركة إتيو ماكس والذي يتم بيعه وتسويقه من قبل محلات العطارة وبعض الباعة المتجولين ومجهولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. المستحضر يروج له بأنه طبيعي، في حين أظهرت النتائج نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتواء مستحضر العسل الملكي رويال هاني على مادة دوائية لا يتم استخدامها إلا بموجب وصفة طبية من قبل الطبيب وتحت إشرافه. من جهتها أوصت الهيئة المستهلكين تجنب استهلاك أو استخدام المستحضر والتخلص من عيناته. هذا كان بالنسبة لخبرنا الثاني. ننتقل مباشرة لخبرنا الثالث، وجاء من صحيفة سبق بعنوان استخراج نصف ريال من مريء طفل بمكة. احنا عندنا شكله الأخبار كثيرة من مكة. تفاصيل الخبر: نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من استخراج قطعة معدنية لطفل بعمر 3 سنوات من أعلى المريء باستخدام المنظار في عملية استغرقت 10 دقائق. وأكد الدكتور الشنبري أن ابتلاع الأشياء الضارة مثل المواد الكيميائية والقطع المعدنية والبلاستيكية من قبل الأطفال هو من المشاكل الشائعة في المجتمع السعودي، ونصح أولياء الأمور والأسر الأخذ بمبدأ السلامة والاحتياط حين استخدام هذه الأشياء وعدم وضعها في متناول الأطفال. للأسف هذه الأشياء بتكون حتى على مستوى الأدوية أو إلى آخره بتكون مكتوب عليها بعيد أو تحفظ مكان بعيد عن متناول الأطفال، يعني على مستوى الأدوية، لكن للأسف بعض الأهل أحيانا بيستهتروا في هذا الموضوع. خلينا ننتقل لخبرنا الرابع اللي أخذناه من صحيفة عكاظ، وعنوانه حريق يفزع الأمهات في احتفال يوم الأم بمدرسة عالمية. أما تفاصيل هذا الخبر: تسبب اندلاع حريق في الكابل الرئيسي للكهرباء بمدرسة عالمية بجدة في إفساد احتفال بمناسبة يوم الأم نظمته المدرسة ودعت إليه مئات الأمهات. وفقا لشهود عيان، اندلع الحريق عند الساعة 10 تقريبا أثناء عرض فقرات الحفل في المسرح الداخلي للمدرسة، وقام العاملات على الفور بإخماد النيران بطفايات الحريق، ثم طلبنا من الأمهات المغادرة فورا خوفا عليهن من تطور الوضع. فتدافعت الأمهات نحو الباب الرئيسي مذعورات من هول الموقف، وانتقد عدد منهن عدم وجود مخارج طوارئ في المدرسة في حال لو كان الحريق كبير. هنا احنا بنطالب كثير من الجهات المسؤولة إنها تتابع وتشوف وتسوي أو تقوم بمراقبة المدارس، لأنه وجود أدوات السلامة ومخارج إضافية هذا شيء يعني مهم في حال حدوث حريق لا سمح الله. إحنا عندنا خبر خامس، خبر لطيف بعنوان أو من جاء من صحيفة عكاظ بعنوان جمال الأخلاق تعزز بر الوالدين ب1000 وردة. خلينا نشوف تفاصيل الخبر. أطلقت مسابقة سيدة جمال الأخلاق في محافظة القطيف حملة أخلاقي هويتي تتضمن توزيع الورد بعنوان خلوها عادة في مختلف مدارس المملكة تضامنا مع حملة بر الوالدين. وشاركت عدد من المدارس الثانوية في المنطقة الشرقية كل من صفوة، القطيف، القديح، أم الحمام والدمام، وتم توزيع الورود فيها على طالبات الصف الثالث ثانوي والتي بلغ عددها أكثر من 1000 وردة. مبادرة جميلة الحقيقة، يعني تستحق الوقوف عندها. وخلينا نتكلم معنا عبر الهاتف يعني حول هذه المسابقة المنظمة للفعالية على مدار 7 مواسم، وصاحبة الفكرة والمديرة التنفيذية للمسابقة الأستاذة خضراء المبارك. سعد مساكي أخت خضراء. أهلا وسهلا، مساء الخيرات. حياك الله، يا هلا وسهلا. الله يخليكي. أنا بدوري أعطيكي وردة. شكرا جزيلا، احنا المفروض نعطيكي وردة. خليكي يا ربي. الله يسعدك يا رب. الله يخليك، وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير وصحة وعافية، وشكرا انك اسعدتي الكثيرين بهذه الوردة. احنا في الاسلام عندنا يعني الابتسامة صدقة، فكيف انه الوردة ايش ممكن تغير من نفسية الشخص اللي قدامك، فانت اهنيك على هذه الخطوة. الله يخليكي، الوردة وتصاحبها الابتسامة ان شاء الله. الله يسعدك ان شاء الله باذن الله. اول شيء انت يعني تقريبا قمتي في هذه المهمة تهيألي 7 سنوات، كانت 7 مرات أو 7 أعوام متواصلة في هذه المسابقة النسائية، صح؟ صح. طيب أنا أبغى أول شيء أعرف
يعني أهدافك من هذه المسابقة على مدار 7 سنوات، وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا كليتي من الموضوع ولا استسلمت له، بالرغم أنه أكيد كان في مصاعب لأنه كونه بأيادي نسائية بحتة يعني، فكنت لوحدكم في هذا المشروع، فحدثيني عن أهدافكم وكيف تمت الفكرة معاكم من البداية. نعم طبعا مشروع مسابقة ملكة جمال الأخلاق أو سيدة جمال الأخلاق أنشئ صار لي يعني سنة، الآن إحنا في سنة 7، طاقم عمل متخصص ومتنوع من كل البلدات عندنا في المملكة أو المناطق، وفي أيضا عناصر في نساء، في عناصر رجالية أيضا، في عناصر رجالية، مشروع متكامل مؤسساتي أيضا. طبعا من أول ما أنشأ قبل 6 سنوات هي الأهداف اللي ما زلنا نسعى لها، إن إحنا نحاول إن إحنا نغرس ونعزز القيم الأخلاقية عند الفتيات، أيضا نسعى لاستبدال بعض المفاهيم الخاطئة يعني واستبدالها بمفاهيم سامية، تعزيز أيضا وهو الأهم قيمة بر الوالدين عند الفتاة وعلاقتها الأسرية، والأكثر أو الأكثر إبرازا أيضا نحن نبرز نقاط الإبداع الموجودة في شخصيات المتسابقات. أيضا يعني نقوم باستثمار شخصية اللي هي ملكة جمال الأخلاق في أنها تساهم في نشر قيم البر في المجتمع أيضا، وخلق نموذج، طبعا خلق نموذج للمرأة السعودية على أنها قادرة على المساهمة في تنمية وطنها بمشاريع تخدم المرأة أيضا. كانت هذه أبرز الأهداف اللي انطلقت منها المسابقة، وكنا نسعى أن احنا نصل لمجتمع حضاري طبعا يعتمد الجانب الأخلاقي هو المحور في التنافس ولا شيء آخر. فقمنا من التجربة الأولى، والحمد لله المسابقة طبعا يعني انتهينا من الدورة السادسة، وإن شاء الله إن شاء الله ننطلق للدورة السابعة بإذن الله تعالى. تستاهلوا على هذه الأهداف اللي أنتم تحملوها اللي هي تعتبر أهداف سامية، يعني هذا الشيء إن شاء الله يتحقق، وإن شاء الله يكون لكم سهل بإذن الله، ما يكون في أي عواقب أو صعوبة. طيب أنتم في جهة بتتبناكم رعاة؟ إحنا طبعا لأن المشروع مؤسسة بحد ذاتها، طبعا هنا بدي أشكر أمارة المنطقة الشرقية لأن راعتها من بداية انطلاقتها وحتى الآن، يعني ذللت كثير من العقبات، سهلت كثير من الأمور، وما زلنا طبعا نطمح أنها تكون أيضا المشروع المسابقة عنده شراكات حتى مع الجهات الحكومية الأخرى، تمام، مثل إدارة التعليم، إدارة هيئة السياحة. يعني مشروع مثل هذا أنا أعتبره معلم في المنطقة، خصوصا أنا كنت لسه أبغى أسألك إيش اللي محتاجينه أنتوا عشان توسعوا هذه المسابقة. يعني الحمد لله في كثير من رجال الأعمال يتبنوا يعني بعض يعني الأنشطة اللي نقوم بها أو من خلال رعاية المسابقة عام بعد عام، بس ما زلنا نطمح إلى أن هذه المسابقة تعمم بشكل أوسع، وهذا ما راح يكون إلا لما تكون عندنا شراكات واسعة مع الإدارات المعنية هنا. المسابقة لاقت يعني أو حققت أهداف كثيرة، وهي من الدورة الأولى، ونتمنى أن تكون يعني كل الدورات موفقة في أن تبث أفكارها مش فقط محليا حتى عالميا. أنتوا في المنطقة الشرقية، في القطيف، في الدمام، احنا في المنطقة الشرقية، والمسابقة لجميع انطلقت من صفوة، بس هي المسابقة لكل فتيات المنطقة الشرقية. طب ما حتتوسع تشمل مناطق المملكة يعني؟ يعني انا ما زلت في الحفل الأخير، اللي آخر حفل التتويج كان، ما زالت كلمة ألقتها الأستاذة لطيفة التميمي اللي هي مديرة الإشراف النسائي بالمنطقة الشرقية، كانت تتمنى أن هذا المسرح تقف عليه الفتاة الشرقية وفتاة الرياض وفتاة الجو وفتاة عرعر، والكل يتنافس هنا. فإحنا نطمح إن شاء الله نحققها، ما لفتت انتباهنا إليه الأستاذة لطيفة. سؤال بس في البداية كأنك سألتي عن
يعني خلال هالسنوات هذه كلها يعني ما سأمت ومليت لا. أيوة أنا كنت لسه يعني سألتك هذا في البداية. نعم صحيح. أيوة. نعم نعم. فبس بدي ألفت انتباهكم إن المسابقة طبعا مع كل هذه الأهداف اللي أنا تكلمت عنها مش ما سأمتوا ما يعني يعني ما وقفتوا عند حد معين ما شاء الله كان في أكيد إرهاق وتعب وإلى آخره. نعم في إرهاق مجهودات في طبعا في أيضا بداية المسابقة بدأت بعقبات وأنا أتوقع أي مشروع يبدأ بفكرة جديدة تتخلل نقاط من الضعف أو نقاط من القوة وهو قادر أي إدارة كل مشروع قادرة على أن تستفيد من نقاط القوة. أنا أتمنى أنكم تستمروا في هذه العزيمة وفي هذا الهمة ما دام أنتم تحملوا هذه الأهداف الراقية فليش لا ما في شيء صعب إن شاء الله. أكيد يعطيك أكيد ألف عافية أستاذة خضرة وكل التوفيق لك. شكرا جزيلا. شكرا لك يعطيك العافية. أوكي إذن مشاهدي الكرام إحنا الآن ننتقل إلى آخر خبر لدينا في جولتنا للأخبار وهو آخر خبر رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل معرض التصفية النهائية والحفل الختامي لإعلان نتائج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. نتابع التقرير. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم تم تتويج الفائزين والفائزات في مساري الأولمبياد للبحث العلمي والابتكار في مركز الملك فهد الثقافي وبحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة موهبة وأولياء الأمور. التصفيات النهائية لأولمبياد 2014 انطلقت يوم الجمعة الماضي بمشاركة 516 طالباً وطالبة حيث تنافس على حصد الجوائز 400 مشروع خضعت لتحكيم دقيق من لجنة تضم 169 من الخبراء والأكاديميين. مشروعي هو عبارة عن إيقاظ السائق عند النوم، يساعد أشخاص المسافرين على الطرقات أو أنه داخل الطرق في حال أنه نام ولا غفل يساعده في أنه يصحي. أنا أصممت برنامج الحوادث للأجهزة الذكية يحل مشكلة الازدحام بالطرق بسرعة وصول الجهات الحكومية الخدمية لموقع الحادث. اسم مشروعي هندسة جينية في النباتات موجهة بواسطة الحمض النووي الريبي باستعمال الكريسبر كاس 9. أتوقع أكبر داعمة لي كانت أمي لأنها دائما تحثني أن أبذل أقصى ما عندي في مثلا في كل شيء. أنا مرة أشكرهم لأنهم أعطوني الفرصة أن أقدر أقدم بحثي وأن أقدر مثلا حفزوني أن مثلا أسوي بحث علمي وأنا لساتني بالمدرسة بدل مثلا أني أستنى للجامعة لحتى أقدر أسوي بحث علمي. وبعد اللي مرة أتوقع مرة حلو هنا أن إحنا قادرين نقدم بحوثنا ونقدر ساعتها لو تأهلنا نروح للمناطق الدولية مثلا أمريكا وإنتر آيسف وما إلى ذلك. موضوع بحثي اختبر النشاط البيولوجي البكتيريا الإسفنجيات في البحر الأحمر. طبعا هدف بحثي اني اجمع اسفنجيات مختلفة في البحر الاحمر من سواحل ثول وبعدين ازرع البكتيريا التي تعيش عليها وابدأ اختبرها في اختبارات مختلفة عشان اشوف نشاطها البيولوجي ضد الامراض الهامة مثل مرض السرطان ومرض الايدز. اطمح والله اني يعني اترك اثر في الدولة وان شاء الله اطور عقاقير لمرض السرطان والايدز من شيء موجود في دولتنا وموجود في بحرنا فهذا جدا مهم للدولة. يؤهل أولمبياد 2014 الفائزين في التصفيات النهائية لتمثيل المملكة العربية السعودية في عدة معارض ومسابقات أولمبياد رائدة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي لتوفير البيئة التنافسية في الإبداع والتميز. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني الرياض. الكرام احنا تابعنا التقرير وما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك.
السيدة وموقعها الجديد. لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، طالبات جامعيات اختلقوا لنفسهم مكانا في الإعلام العربي.